دول كبار تريد طائرة بايركتار. الرئيس أردوغان يقول إن فوز ترامب مهم للصناعات الدفاعية التركية. نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه يعتقد أن التغيير المحتمل في الإدارة الأمريكية بعد انتخابات نوفمبر ربما يكون له مردود إيجابي على قطاع الدفاع المتنامي في تركيا. ونقلت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تيريتي عن الرئيس أردوغان قوله للصحفيين خلال رحلة عودته من شمال قبرص: نعتقد أن الانتخابات الأمريكية سيكون لها دور حاسم في هذا الأمر، وسنرى بشكل منفصل أنواع الخطوات التي يمكن اتخاذها مع نتائج الانتخابات، لكنني أعتقد أن المؤشر يتحول لصالح تركيا كما قال. وبسبب عقوبات سابقة متعلقة بالأسلحة فرضتها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في حلف شمال أطلسي الناتو، تسعى تركيا إلى تطوير قطاعها الدفاعي، وهو ما يتضمن بناء طائرات مسيرة وسفن وطائرات حربية. ونقل عن الرئيس أردوغان أيضا قوله إن دولا غربية قدمت طلبات لشراء طائرات مسيرة مسلحة تركية، غير أنه لم يذكرها بالاسم. وبينما قيل إن الرئيس أردوغان كان يتمتع بعلاقات شخصية جيدة مع ترامب خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة، فرضت إدارة ترامب عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية في عام 2020 بسبب شراء أنقرة في وقت سابق لأنظمة دفاع جوي روسية.